بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
من الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا وما ذلك على الله بعزيز. ولا تنسوا
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة فحدث. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.